لم تختلف سنة 2017 عن سابقاتها بالنسبة للمدنيين في ليبيا. لا تزال الأعمال العدائية توقع ضحايا من المدنيين العزل. 337 مدنياً أصيبوا أو قتلوا خلال العام الماضي نتيجة هذه الأعمال وفق بعثة الأمم المتحدة. البعثة وثقت 160 حالة وفاة و177 إصابة بجروح خلال عام 2017. كان شهر مايو الأكثر دموية ب 18 وفاة، بينهم 5 أطفال و50 جريحا. الأطفال لم يسلموا بدورهم من هذه الأعمال، فقد مثلوا 22% من إجمالي عدد الإصابات الناتجة عن الأعمال العدائية في ليبيا. كما لم تسلم المرافق والمدنية من مستشفيات وعيادات ومقرات تلفزيونية وإذاعية من الاستهداف. أما فيما يخص أعمال العنف المتسببة في ذلك، فكان إطلاق النيران والغارات الجوية والقصف فضلاً عن السيارات المفخخة ضمن المتسببات الأساسية. بعثة الأمم المتحدة أكدت أن الأرقام شملت فقط الذين لم يشاركوا في أعمال العنف بشكل مباشر، وشددت على ضمان حماية أكبر للمدنيين والبنية التحتية الأساسية، توقف الغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين.